طبعا اليوم هي محاضرتنا رقم 5 من محاضرات المراجعة المركزة الخاصة بالفصل 5 لمادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط. يتحدث الفصل 5 عن عناصر الزمرة الرابعة. عناصر الزمرة الرابعة تتمثل بالاس ان والسي والاس اي والبي اي بي بي والجي اي اللي هو جرمانيوم. زين، القصدير كاسر الجرمانيوم، القصدير كربون يعني كاف كربون، كا كا كربون، سين سين السيليكون، والراء الرصاص، والجرمانيوم والأخير. حتى نجمعهم بكلمة مفيدة ولا هي مفيدة، بس القصدير كاسر الجرمانيوم. بيوم من الأيام القصدير طلع بالموتور دا يفحط، فتلقاه جرمانيوم فصار واحد وبجه الثاني، فالقصدير لطم الجرمانيوم اللي كسره. زين، ما هي الصفات العامة لعناصر الزمرة الرابعة؟ عناصر الزمرة الرابعة تظهر الانتقال الواضح من الصفات اللافلزية إلى الفلزية. يعني كل ما راح ننتقل من الأعلى للأسفل راح بزيادة العدد الذري، طبعا راح تكون عندنا انتقال من الخواص اللافلزية إلى الفلزية. يعني الكربون لافلز، السيليكون جرمانيوم أشباه فلزات، بينما يعتبر كل من الرصاص والقصدير هي فلزات حقيقية. اثنين، تقل درجة الغليان، درجة الانصهار لهذه العناصر بالانتقال من الأعلى إلى الأسفل. طبعا هاي الصفات العامة لهم. تتصف عناصر هذه الزمرة بامتلاكها 4 إلكترونات في الغلاف الخارجي. طبعا احنا قلنا عناصر الزمرة الرابعة لهم يحتوون بالغلاف الأخير على 4 إلكترونات. يعني مثلا الكربون راح يحتوي على 4 إلكترونات بالغلاف الأخير، فبالتالي راح نعتبره من عناصر الزمرة الرابعة. تتصف عناصر هذه الزمرة بامتلاكها 4 إلكترونات في غلافها الخارجي، ولأنه من الصعوبة فقدان، طبعا هاي فقدان أو اكتساب 4 إلكترونات، فإنها تميل للمشاركة بالإلكترونات. زين، نجي هنا. أهم عنصر من عناصر الزمرة الرابعة هو السيليكون اللي رمزه SI. SI هذا ترتيب الإلكتروني، وأنا S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P2. ليش 3 P2؟ لأن يعني عدد الذري مالته 14. لحد هنا انتهى. أغلب مركبات السيليكون تساهمية. ليش؟ شوف، إحنا لما يكون، أكيد أنتم باخذيها بالسنوات السابقة، لما يكون الغلاف الأخير بمثلا إلكترون واحد، إلكترونين، أو مثلا 3، من السهولة أنه يفقدهم، عادي يفقدهم. زين، أما من يكون 4، أما من يكون 1 2 3 4، هذول لا يقدر يفقدهم ولا يقدر يكتسب وياهم. يعني ماكو ذرة راح تنطي 4 إلكترونات بغلافها الخارجي، فبالتالي شنو راح يصير؟ تساهم بيهم ويكون لي مركبات تساهمية، لأنه يحتوي 4 إلكترونات في غلافها الخارجي الأخير، وبما أنه من الصعب أن يفقد أو يكتسب 4 إلكترونات لذا يشارك بها، فتكون أغلب مركباته تساهمية. زين، وجوده يعني يعتبر السيليكون ثاني أكثر عنصر انتشارا في قشرة الأرض. ما هي صور السيليكون؟ صور السيليكون 2، متبلور وغير متبلور، متبلور وغير متبلور. أما المتبلور فراح يكون لون مسحوقة بني غامق، والمقارنة بينهم مهمة. لون مسحوقة رصاصي غامق اللي هو غير متبلور. زين، الغير متبلور غير مستقر. إذا الغير مستقر محتاج دائما أنه يستقر، محتاج دائما أنه يكون تفاعلات، فبالتالي يكون أكثر فعالية. أما المستقر اللي هو المتبلور فراح يكون أقل فعالية. يحضر من إذابة السيليكون، راح نجيب السيليكون ويا الألمنيوم، وبعدين نبرد المحلول ثم تنفصل بلورات السيليكون. أما تحضير السيليكون غير المتبلور، راح نسخن عنصر البوتاسيوم اللي هو الكي في جوم الرباعي فلوريد السيليكون، وبالتالي نعطيني السيليكون غير المتبلور. يعني هسه عندي هاي الاس اي 4 زائد كي، شنو يعطيني؟ هذا موجب وسالب، وهذا موجب. الموجب ياخذ سالب، اذا راح اخذ كي اف زائد الاس اي. زين، نجي للموازنه. الموازنه هنا تتم بهاي الطريقه. يلا هذا نمسح. زين، أنا عندي السيليكون بدون متفاعلات 1 بالنواتج 1، الفلور هنا 4 بالمتفاعلات، بالنواتج قد 1، فبالتالي راح نخلي 4. زين، الكي قد صار؟ الكي هم صار 4، فبالتالي نضرب هنا في 4 توازن عندي المعادلة. هاي معادلة تحضير السيليكون الغير متبلور أو غير المتبلور. هنا سؤال صح وخطأ، يعتبر السيليكون من أشباه الفلزات، صح لو خطأ؟ صح.
بالنسبة لطريقة تحضير مختبريا، احنا هسه شرحناهن، هي طريقة تحضير السيليكون غير المتبلور والسيليكون المتبلور، وعرفناهم وشفنا المعادلة كذلك، وحضر السيليكون المتبلور بإذابة السيليكون في مصهر الألمنيوم ثم تبريده محلول حتى تنفض بلورات السيليكون عن المحلول. أما بالنسبة لطريقة تحضيره صناعيا، احنا نحضر السيليكون صناعيا باختزال السيليكا اللي هو SiO2 بدرجات حرارة عالية، ما دام هاي هنا يعني حرارة عالية، وباستخدام الكربون أو المغنيسيوم كعامل مختزل كما في المعادلة الآتية. أنا هنا عندي موجب سالب وهنا الموجب، الموجب يأخذ سالب يطلع عندي CO زائد SI زائد SI. نجي للموازنة SI1 SI1 2 1، فإذا راح نضرب في 2 وهنا في 2، فبالتالي شنو يصير عندي؟ فبالتالي يكون عندي معادلة متوازنة صحيحة ما بيها أي إشكال. هاي معادلة تحضير السيليكون صناعيا باختزال السيليكا بوجود الكربون أو المغنيسيوم، احنا أخذنا هنا الكربون كعامل مختزل وكما في المعادلة الآتية وانتهى. طبعا السيليكون راح يكون ناتج من هذه الطريقة هو سيليكون غير نقي، سيليكون غير نقي، فاحنا محتاجين إلى طريقة حتى نقي هذا السيليكون. أنا أنتجت السيليكون صناعيا بهاي الطريقة، زين أنا غير أنقي ما دام هو مو نقي، فأجي هنا كيف ينقى السيليكون الصناعي؟ أول إن السيليكون الصناعي ينقى إلى رباعي كلوريد السيليكون، رباعي كلوريد السيليكون بمفاعلته مع غاز الكلور. يعني أنا أجيب الـ Si زائد Cl2 ينطيني Si Cl4. ليش 4؟ لأن هذا موجب 4. نجي للموازنة، هنا Si هنا Si، Cl4 صار هنا Cl2، إذا نضرب في 2. ثم يختزل رباعي كلوريد السيليكون مرة ثانية إلى السيليكون بأحد العوامل المختزلة مثل المغنيسيوم. يعني أنا أجيب رباعي كلوريد السيليكون ويا المغنيسيوم، راح يطلع لي كلوريد المغنيسيوم زائد الـ Si. شلون صارت هاي المعادلة؟ شوف Si Cl4 أضرن Si Cl4 زائد الـ Mg ينطيني Mg Cl. يعني هذا موجب سالب وهذا موجب، الموجب هذا يأخذ السالب، فأخذ الـ Mg Cl. Mg موجب 2، Cl سالب 1، فيطلع لي Mg Cl 2 زائد شنو بقى؟ بقى عندي الـ Si. نجي للموازنة، Cl 2 هنا وهنا Cl4، فلازم نضرب في 2، الـ Mg هم صار 2، توازنت عندي المعادلة وهسه تمام. زين، حيث من السهل إزالة Mg Cl 2، يعني هسه أني مرح نقيب البداية إلى ربع كلوريد السيليكون، يعني أنا فعلته بغاز الكلور، بعدين إيش راح أسوي؟ أختزله بالـ Mg، هو عامل مختزل للـ Mg. ليش؟ لأن أني هذا الـ Mg Cl 2 من السهولة إنه أتخلص منه ويبقى لي بس السيليكون النقي. شلون؟ بالماء الحار هذا راح يذوب، يروح ينتهي، راح يذوب، أما هذا لا يبقى، بينما السيليكون لا يذوب بالماء الحار، فبالتالي أنا حصلت على السيليكون النقي وتخلصت من هذا. السيليكون عالي النقاء هو السيليكون المنزوع منه الشوائب والذي يحضر بطريقة تسمى منطقة التكرير. في هذه الطريقة يعمل السيليكون على شكل قالب، راح يكون على شكل قالب اسطواني، على شكل قالب اسطواني يسخن من أحد نهاياته بواسطة مصدر حراري، هذا المصدر الحراري زين حلقي طبعا متحرك، وهذا يؤدي إلى تكوين طبقة خفيفة من السيليكون المصهر. هاي الطبقة هنا راح تكون طبقة خفيفة من السيليكون المصهر، وعند صح بالمصدر الحراري إلى الخلف تدريجيا يؤدي، يعني هذا من راح أجيب المصدر الحراري اللي هنا راح يسحب لي السيليكون وياي، تمام، راح يسحب السيليكون إلى الخلف ويسحب الشوائب الذائبة معهم، يؤدي إلى تركيز الشوائب في النهاية الأخرى. هنا راح يصير عندي شوائب، هاي شوائب راح تكون عندي هنا من القالب الأسطواني، حيث يمكن قطعها، راح نقطع هاي الشوائب ونتخلص منها ويبقى عندي هنا السيليكون النقي جدا. هاي نمط الأسئلة عن السيليكون النقي أو طريقة تنقية السيليكون الصناعي. كيف أحضر السيليكون صناعيا وما استعمالاته؟ شوف، تحضير السيليكون صناعيا مع كتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة. تحضير السيليكون صناعيا كيف يتم تحضيره؟ من خلال مثل ما شفنا هنا، من خلال اختزال السيليكا الـ SiO2 بدرجات حرارة عالية باستخدام الكربون أو المغنيسيوم كعامل مختزل. تمام. سؤال آخر،
ما هي الخواص الفيزيائية للسيليكون؟ من أشباه الفلزات طبعا، هو عنصر صلب جدا، له درجة انصهار عالية يعني 1410 سيليزي، ولمظهره بريق معدني شبه موصل للتيار الكهربائي، لذا يستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية والحاسبات الإلكترونية والخلايا الشمسية. بالنسبة لمركبات السيليكون، فعندي مركبات مختلفة. أول المركبات السيليكون مع الهيدروجين، هي هيدريدات السيليكون، يعني موجود السيليكون موجود الهيدروجين. مثلا عندي هذا المركب الأول، وهي مركبات تتكون من السيليكون والهيدروجين، منها SiH4، ويحضر هذا المركب من تفاعل سيليسيد المغنيسيوم اللي هو Mg2Siمع الحوامض المعدنية كحامض الهيدروكلوريك وفق المعادلة الآتية. طبعا الـ Mg2Si HCl موجب بسالب موجب بسالب، الموجب منه يأخذ السالب، فراح يصير عندي MgCl2. ليش Cl2؟ لأن هذا موجب اثنين هذا سالب واحد، فصارت حركة المقص. زائد الـ Si، الـ Si هنا كان سالب، هنا عندي الموجب، موجب يأخذ سالب SiH4، طبعا راح يكون هذا المركب. ما ننسى الموازنة، الموازنة عليها درجة واحدة. نيجي هنا للCl2، هنا Cl. نيجي للمغنيسيوم Mg قبل Cl، Mg هنا كان واحد قبل ما أضرب فيه اثنين، وهنا قد اثنين، فلازم نضرب فيه اثنين حتى يتساوون. فمن ضربت الاثنين في اثنين للكلور صار هنا الكلور أربعة، فبالتالي لازم نضرب فيه اثنين، وتلقائيا يتوازن عند الهيدروجين المعادل بجهة المتفاعلات وجهة النواتج. الهيدريدات مركبات فعالة جدا، طبعا راح نتفاعل هذا الهيدريد ويا الأكسجين. شنو ينتج لي؟ ينتج لي SiO2 اللي هو السيليكا، ثاني أكسيد السيليكون زائد الماء H2O. فأنا أجل الموازنة SI بSi، الـ H4 هنا H2 لازم نضرب فيه 2 وخلاص. الأكسجين بجهة النواتج صار 4، لازم نضرب فيه 2 حتى يتساوون. يقول لك الهيدريدات هي مركبات تتكون من السيليكون والهيدروجين، طبعا هذا يجيك على شكل فراغ، فراغ هي مركبات تتكون من السيليكون والهيدروجين. منو هي؟ هي الهيدريدات. زين، مركبات السيليكون مع الأكسجين، ثاني أكسيد السيليكون اللي هو السيليكا SiO2. أهم ما ممكن نأخذ عن السيليكا أنه توجد السيليكا في الطبيعة بصورة نقية وبصورة غير نقية. بصورة نقية مثل الكوارتز وحجر الصوان، وبصورة غير نقية يعني راح تكون مثل الرمل أو الطين. استخدام الكوارتز في قطع الزجاج وتخديش الحديد الصلب. ليش استخدمنا الكوارتز في قطع الزجاج وتخديش الحديد الصلب؟ لأنها مواد شديدة الصلادة، يعني صلبة جدا، فبالتالي إحنا محتاجين هاي الكوارتز حتى نقطع الزجاج ونخدش الحديد. هاي الفراغات هي من ضمن اللي أخذنا، حالة التأكسدية لعناصر الزمرة الرابعة موجب 2 موجب 4. هنا ننتبه أنه يتفاعل السيليكون مع تسخينه إلى درجة 950 سيليزي مع الأكسجين أو الهواء الجوي ليعطي منه السيليكا. تزداد الصفات الفلزية، هذه الأشياء كلنا أخذناهن، متبلورة وغير متبلورة. الألوان، يقول لك تظهر السيليكا غير النقية بألوان مختلفة، يعني مو كلها نفس اللون. ليش؟ طبعا كلها كل السيليكا ما راح تكون كلها نفس يعني نسب المواد أو كميات الشوائب اللي بها، كل شيء مختلف لأنها تحتوي على كميات مختلفة من الشوائب. احنا ليش السيليكا تظهر بألوان مختلفة؟ لأنها تحتوي كميات مختلفة من الشوائب. بالنسبة لخواص السيليكا فننتبه هنا. أما بالنسبة للسيليكات، فهنا عندي سيليكات راح تنتشر بصورة واسعة في الطبيعة، إلها نوعين، إلها شقد نوعين. النوع الأول هو سيليكات الكالسيوم، سيليكات الكالسيوم، والثاني هو سيليكات الصوديوم. شوف بأي معادلة، من نشوف سيليكون زائد Na يعني يكونون ضمن أكيد ضمن مركب، راح ينتج لي Na2SiO3 اللي هو سيليكات الصوديوم. راح صادفنا معادلتين حتى تكون انت على بينة، وين ما نشوف سيليكون وصوديوم راح ينتج لي سيليكات الصوديوم اللي هو Na2SiO3. نجي هنا، ممكن السؤال يجي اكتب معادلة تحضير سيليكات الكالسيوم. سيليكات الكالسيوم تتحضر من خلال تفاعل اكسيد الكالسيوم ويا السيليكا اللي هو ثنائي اكسيد السيليكون. ممكن يكتب لك اكسيد السيليكون هنا السيليكا، ويكتب لك سهم مع التسخين الشديد عاد انت تجد الناتج يكون CaSiO3، سيليكات الكالسيوم. زين، معادلة تحضير سيليكات الصوديوم Na2CO3 زائد SiO2 يعطينا Na2SiO3 زائد CO2.
هاي المعادلة شلون جت؟ باو أنا عندي هنا Na2CO3. Na2SiO3Si. شوف هذا الناتج الأول، الناتج الأول أخذ Na2SiO3O3، يعني أخذ أكسجين من هذا النيو جابه هنا، أكسجين من هذا النيو ثلاثة، هنا مو واحد اثنين ثلاثة، أخذ واحد، أخذ واحد إلى، وأخذ واحد هنا إلى، أخذ واحد إلى هنا وجابه هنا، إيش قال صاروا SiO3. زين لما بقوا اثنين هذا، هذا باللون الأزرق لأن أي تو هذا الشكل. آه آه انتهينا. هذا همين أخذ شنو بقى؟ بقى عندي CO2، هاي CO2، فتكون بهاي الطريقة وأساسا هي متوازنة، هاي المعادلة متوازنة وما بيها أي إشكال. يقول لي سؤال، ما هي أكثر أنواع السيليكات شيوعا واستعمالا وما يسمى اسم محلولها المائي وما استعمالاته؟ انواع السيليكات، هو قلنا سيليكات الصوديوم سيليكات الكالسيوم، سيليكات الصوديوم هي الاشهر، محلولها الماء يدعى ماء الزجاج، هذا يجي على شكل فراغ. شنو استعمالاته؟ حمايه الاغمشه من الحرائق، ماده لاصقه رخيصه في البناء حيث تخلط مع الاسمنت لتقويته. اما اخيرا من انواع المركبات هي كاربيد الكالسيوم، كاربيد الكالسيوم. شوف كاربيد الكالسيوم هو عباره عن ارتباط الكربون مع السيليكون بأواصر تساهمية على شكل بنية شبكية، راح تكون على شكل بنية شبكية باتجاهات ثلاثة، حيث تحاط كل ذرة كربون بترتيب معين بأربع ذرات سيليكون، والتي هي أيضا تحاط منها بأربع ذرات كربون. إذا راح كل ذرة سيليكون يحيط بها كربون، إيش كد عدد ذرات الكربون اللي يحيط بالسيليكون؟ أربعة. وكل ذرة كربون يحيط بها أربع ذرات سيليكون كذلك. كيف يتم تحضير كاربيد الكالسيوم؟ من تفاعل السيليكون أوكسيدا مع الكربون في فرن القوس الكهربائي، طبعا راح تكون درجة حرارة عالية ما دام هو في فرن، وفق المعادلة الآتية الSi زائد C يعطيني SiC، الSiO2 زائد الكربون الSi يأخذ C، الSi يأخذ C، CO يبقى هنا عندي CO اللي هو أحادي أوكسيد، أحادي أوكسيد الكربون. مسألة الموازنة، شوف SI ب SI تمام، نجي للأكسجين هنا O2، هنا كان قبل الاثنين بس O1، فاحنا قلنا في اثنين، نجي نحسب ذرات الكربون اللي هنا وهنا، هنا اثنين وهنا واحد ثلاثة، فلازم نضرب في ثلاثة حتى يتساوون، هيك تكون المعادلة متوازنة وصحيحة. يستخدم كاربيد السيليكون كمادة جالية أو يخلط مسحوقة هنا مع الطين وسيليكات الصوديوم بسبب بنيته الشبكية، حيث ترتبط الكربون فيه مع السيليكون على شكل بنية شبكية، حيث تحاط كل ذرة كربون بأربع ذرات سيليكون، والعكس صحيح طبعا، مما تجعل هذه البنية يكون صلبا جدا. شوف يعني كأنه راح يصير عبارة عن شبكة، فبالتالي لما تكون هاي الشبكة أكيد بنيتها راح تكون أقوى، فراح يكون صلب جدا، بالتالي احنا نستخدم شنو؟ كمادة جالية أو يخلط مسحوقه الناعم مع الطين وسيليكات الصوديوم. تمام تمام. أخيرا وليس آخرا، هي السيليكونات هي مركبات عضوية للسيليكون غير سامة ومستقرة. شوف أنواع السيليكونات، زيوت، زيوت السيليكون، مطاط السيليكون، والراتنجات السيليكونية. زيوت السيليكون أهميته تضفي على سطوح طبيعة مانعة للالتصاق طبعا من اسمها، ومضادة للرطوبة مثل سطوح الأنسجة والنباتات. مطاط السيليكون يتسب أكثر استقرارا حرارية من المطاط، من المطاط الهيدروكربوني، ويبقى مرنا في درجات الحرارة العالية. زين وين يستخدم؟ صناعة القوالب كمادة إحكام في المطابخ والحمامات. أما بالنسبة للراتنجات السيليكونية تستعمل في صناعة مواد عازلة كهربائيا وجعل مواد البناء مقاومة للماء. لهنا ينتهي عندي الفصل الخامس من مادة الكيمياء. إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة هي مراجعة الفصل السادس الخاص بالكيمياء العضوية. شدوا حيلكم، أخلو زين، فترة وتعدي إن شاء الله، يا رب كل الموفقية والنجاح، وبس.